قبل 42 عاماً وفي مثل هذا اليوم كان للعراق يوم عزة، كسر جبروت العدوان الإيراني ورده مدحوراً لم ينل إلا خيبة الأمل ومرارة الخسارة. حرب الثماني سنوات التي فضحت حقيقة المشروع الإيراني التوسعي وشكلت جبهة حمى العراقيون فيها المنطقة العربية كلها من الخطر الإيراني الذي تجسد حاضراً بعد أن كسرت بوابة العرب الشرقية ودخل الغزاة الأمريكيون مدينة بغداد. وللحرب العراقية الإيرانية تفاصيل كثيرة ومعارك تاريخية عدة كانت بمثابة محطات ومنعطفات فاصلة في ميزان الحرب ودول المنطقة، بدأت بمعركة المحمرة وختمت بمعركة الفاو على امتداد 8 أعوام أجبرت الخميني على أن يعترف بتجرعه كأس السم والهزيمة. بدأت الحرب بعد نية العدوان التي بيتها الجانب الإيراني وقام باستفزازات عدة كان منها القصف المدفعي على بعض القصبات والمناطق العراقية وكذلك التعرض للسفن العراقية في الخليج العربي، فكانت هذه الأعمال المؤشر على مخطط نظام الخميني بضرب العراق تمهيداً لتصدير ثورته. مرت أعوام كثيرة على نهاية هذه الحرب وآل الواقع إلى ما هو عليه، واتضح للعالم أجمع أن العراق خاض تلك المعارك لمنع تقسيم المنطقة وضرب أمنها الإقليمي، ولذلك دفع الثمن غالياً باحتلاله وتفكيك جيشه وتحويله إلى معبر لنشر الميليشيات التي تربت على فكرة الخراب الخميني.